ماذا يجب أن نفعل في لمواجهة هذه الجائحة ولمواجهة هذا الوافد الجديد المتحور أوميكرون؟ ليس لنا بد إلا أن نحترم الإجراءات الاحترازية، هي وضع الكمامة بشكل سليم وتبديلها كل 4 ساعات، وكذلك غسل اليدين بالصابون أو بالمحلول الكحولي كل نصف ساعة. لماذا؟ لأن الدراسة البريطانية الحديثة أظهرت أن هذين الإجراءين، وضع الكمامة وتبديلها كل 4 ساعات وغسل اليدين كل نصف ساعة، يمكن أن يحدد أكثر من 90% من انتشار الفيروس. يحمينا هذا الإجراء، تباعد الجسدين وغير الخروج إلى المناطق اللي ولا التجمعات الغير ضرورية، هذا خصنا نحتفظوا به، وخصنا كذلك الإقبال الكبير على التلقيح. إن المتحور أوميكرون يصيب الملقحين وغير الملقحين ويشكل خطرا لغير الملقحين، ولكن إذا حصلنا أنفسنا بالحقنتين والحقنة المعززة، الفعالية ديال اللقاحات كتكون كبيرة في حوالي 75%. ليس لنا خيار آخر إلا التلقيح. هذا المتحور أوميكرون يشكل تحديا لفعالية اللقاحات، ولكن كنعرفوا أن بعد المختبرات الكبيرة اللي عندها لقاحات قالت أن اللقاحات تبقى فعالة وإن كانت ستضعف بشيء ما، ولكن لما نلقح أنفسنا بالحقنتين وبالحقنة المعززة تكون لنا حصنة مناعية لمواجهة هذا ده. ما المأمول من التلقيح؟ لا بالنسبة للأوميكرون ولا بالإسم ولا بالنسبة للدلتا أو المتحورات الأخرى، ليس القضاء نهائيا على الفيروس، ولكن سيحمينا من التعرض إلى الأعراض الخطيرة، إلى الاستشفاء بمراكز العناية المركزة، ويحمينا كذلك ويحد من خطر الموت إذا قدر الله.